هناك مرحلة في حياة البشرية لم يوجد فيها إلا 1280 فرداً على قيد الحياة، ما يشكل انقراضاً بنسبة تزيد عن 99% من الجنس البشري الموجود آنذاك. خلاصات مذهلة توصل إليها فريق من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والصين ونشرت مؤخراً في مجلة العلوم. وبحسب تقديرات هؤلاء العلماء فأن هذا الأمر حدث قبل 900,000 عام على الأقل، وهذا ما قد يفسر فجوة كبيرة كانت موجودة في السجل الأحفوري الإفريقي والأوراسي. يرجح العلماء أنه خلال العصر الجليدي الحديث بدأ تناقص أعداد البشر، حدث انقراض بالفعل لنوع معين من الإنسان البدائي الذي استوطن القارة الإفريقية، وهو ما أدى إلى موجة نزوح باتجاه القارة الأسترالية كما الأمريكيتين. ويعزو العلماء هذا التناقص المريب إلى ظواهر مناخية متطرفة لعل أبرزها تغير في درجات الحرارة وموجات جفاف قاسية، الأمر الذي أثر على مصادر الغذاء وتسبب في تضاؤلها وانقراض أنواع معينة من الحيوانات. لنقاش الموضوع تنضم إلينا من تونس صابرين جلاصي، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة سوسة. أرحب بك معنا صابرين. دراسة تقول أن أعداد البشر انخفضت منذ حوالي 930,000 سنة، من 98,000 إلى 1280، وبقي العدد قليلا لمدة 117,000 عام. كيف تم التوصل إلى نتائج هذه الدراسة؟ هذه الفترة كانت تسمى أو ما يسميها العلم حاليا فترة عنق الزجاجة، أي يعني الفترة التي بدأ فيها الإنسان بالانقراض. طبعا السؤال المطروح هنا يعني العديد يريدون أن يعرفوا كيف توصل العلماء لمثل هذه النتائج. طبعا من خلال نقول أنه من خلال الحفريات التي من خلالها يعني يمكن العلماء بناء نتائجهم البحثية أو العلمية من خلال يعني الخصائص الطبيعية أو الأحفوريات التي قام بها العلماء، سواء كانوا لبعض الهياكل العظمية لحيوانات أو حتى للإنسان أو حتى في تركيبة الجبال أو تركيبة التربة أو تركيبة بعض البناء الطبيعية، هي التي جعلت العلماء يصلون لمثل هذه الاستنتاجات، خاصة وأن التاريخ البشري أو التاريخ الإنسان يعني ظل في مرحلة ما تاريخا غامض، يعني هذا هو يعني فتلك يعني خاصة في مناطق الجليدية أو في مناطق الإفريقية أيضا وجود بعض الهياكل العظمية أو وجود بعض يعني العينات التي تخضع للحمض النووي يعني مغايرة تماما لما هو عليه الإنسان اليوم أو لما هي عليه الطبيعة اليوم. الدراسة تشير إلى أن تغيرات مناخية كارثية ربما كانت هي السبب في الانخفاض الكبير في عدد السكان، وأشرت إلى تغير في الحمض النووي. هل نشير أو يتم الحديث عن تغير الإنسان في حد ذاته بانقراض نوع بشري وظهور أنواع أخرى أو نوع آخر لاحقا؟ أكيد أن الطبيعة لها تأثير كبير في تغيير الطفرات الجينية للإنسان البشري والتميز يعني الوراثي يعني للإنسان، فأكيد يعني الإنسان ليس هو يعني ليست الطبيعة في حد ذاته هي الأساس في انقراض الجنس البشري، وإنما عجز الإنسان في تلك المرحلة عن التعامل مع الطبيعة أو التعامل مع مخاطر الطبيعة أو بعض يعني كوارث الطبيعة كالفيضانات أو الزلازل أو البراكين هو الذي جعله هو ينقرض. لكن بتطور الدماغ البشري وإدراكه للطبيعة أو لمحيطه الذي يعيش فيه وكيفية وبدئه في كيفية التعامل معه وتطوير علاقته بالطبيعة، هي علاقة طبعا تربطه بالطبيعة، هنا بدأ الإنسان يتفادى تلك الكوارث وبدأ يعني الإنسان يعيد يعني إنتاج سلالته البشرية، طبعا استنادا أيضا
أيضا أو بتدخل من الطبيعة التي تغيرت في طفرته الجينية. نعرف أن الأكل، المناخ، كلها تغير، تساهم في تغيير الطفرة الجينية للإنسان، وكذلك تمنحه ميزات وراثية تجعله متفرد عن، تجعل يعني الإنسان في منطقة هنا ما متفرد عن إنسان في منطقة أخرى. تغير الجيني، تشير الدراسة ونتائج تحليل أن فترة عنق الزجاجة تسببت في فقدان الإنسان الحديث إلى تقريبا أو تقليص التنوع الجيني للإنسان الحديث بنسبة 66% مقارنة بإنسان ما قبل عنق الزجاجة. عندما يفقد العالم أكثر من 98.7% من سكانه، كيف يمكنه أن يعود بتغير جيني وفقدان خصائص جينية كبيرة عن النوع الأسبق؟ كما قلت لك، هو تطويع الطبيعة وتطويع ذاته للطبيعة، يعني هذا هو الذي ساهم في تغيير هذه الطفرات. عندما اكتشف الإنسان الطبيعة، يعني احنا مثلا في الدراسات الأنثروبولوجية نقول ان بداية تاريخ الإنسان استندت اساسا من اول، يعني طريق، يعني من اول كما نقول جبره لكسر، يعني عندما وجد الإنسان بدائي تم تضميد فخذه المكسور، هناك بدأ تاريخ الإنسان. فهنا عندما ادرك الإنسان الطبيعة وادرك يعني طوحها لذاته، فهنا يعني بعض الخصائص الطبيعية من المأكل، من الأشجار، من النباتات، من العادات الطقوسية يعني اليومية، هي التي غيرت في تركيبته الجينية. وهي والبشر من زالوا إلى اليوم يتغيرون من تركيبتهم الجينية، خاصة وأننا لا نستطيع أن نقول أن مثلا المجتمع الأوروبي هو مجتمع أوروبي أو آري 100%، لكن لأن بعض يعني دراسة الأحماض النووية أو الدراسات العلمية للأحماض النووية لبعض الأوروبيين وجدوا أن بعضهم لديهم أصول إفريقية. فهنا اختلاط الجينات أو الطفرات يعني الجينية لدى الإنسان هي التي خلقت، بقيت تخلق منه يعني تميز وراثي متعدد. فاليوم لا نقول يعني على أيضا فترة عنق الزجاجة ربما ممكن أن تكون ساهمت في يعني تطوير الانتخاب للإنسان وتسريع نموه نحو أن يكون بشريا كما نعرفه اليوم. هو تسريع نموه أن يكون بشريا، نعم، لأنه في تلك المرحلة، في مرحلة عدم قدرته على التعامل مع محيطه أو الطبيعة، هناك لجأ الإنسان إلى تطوير دماغه أو تطوير دماغه في كيفية المحافظة على يعني البشر أو يعني القبائل الموجودة أو بعض الأفراد البشريون الذين وجدوا في تلك المرحلة. فهنا بدأ العقل البشري في الاشتغال وفي توظيف. طيب باختصار شديد المخاطر الطبيعية والبيئية. باختصار شديد، في كل هذا يعني تضاف قبله كلمة قد، أليس كذلك؟ ليس متأكدا أن كل ما نتحدث عنه هو معلومة دقيقة مليون بالمئة. هو كل يعني الدراسات العلميه، خاصه الدراسات للمجتمعات البدائيه، لا نستطيع ان نؤكدها 100%. لماذا؟ لان هناك كثير من الخفايا ما زال الانسان يجهلها. فهنا نقول انها فرضيات، يمكن ان نعطيها او لا نقول انها فرضيات، يعني ويمكن ان طبعا تتطور كما قلت العينات أو تثبت او تنفى حتى في وقت لاحق بناء على معلومات. يمكن ان تتطور هو يمكن أن تتطور من خلال إذا وجدت متغيرات علمية أخرى أو وجدت استنادات علمية أخرى. شكرا لك سمرين جلاصي، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة سوسة، كنت معنا من تونس.